الكل. اهلا وسهلا. صباح الخير. الاوردر كله تمام؟ كله تمام. الاستاذ غريب جاهز؟ الاستاذ غريب جاي في السكه. طب اول ما يجي جهزوه عشان انا ما عنديش شغل من غيره. حاضر يا استاذ. بسرعه. حاضر يا استاذ. استاذ غريب فين؟ اه والله يا سعاده البيه ما حدش محيرني كل يوم غير الاستاذ غريب ده، التليفون بتاعه ما بيردش خالص. خليك وراه يا سعاده البيه، التليفون ما بيردش. سددها بقى بوشك الفارغ. اتفضل يا استاذ اتحرك، اتصل بيه. حاضر. شفت حد عامل لك هم؟ لا لسه ما جاش. حاضر. صباح الخير يا صباح. فتحي. استاذ فتحي بعد اذنك، انا تطلب لنا الاستاذ غريب في البيت عشان محتاجينه لو فيها اساءه ادب يعني. ما بيردش. استاذ روح على سيجاره يا صاحبي. اتفضل. اطلبه بقى مره واثنين وثلاثه لحد ما تخلص سيجاره دي مني. سوسو اصحي اصحي يا ماما. ايديا يا ماما، ايديا مسموح. اصحي بس التليفون. معلش يا عم فتحي، جربها كمان مرة في معلقة مع نمرة تانية. حاضر. الله يكرمك. يا سيدة اصحي اعملي معروف بقى، قومي فكي سجني ده يا شيخة بقى، حرام عليكي. ايه في ايه؟ التليفون بيضرب بقاله ساعة. يضرب ولا يتحرق؟ انتوا تفزعني كده؟ طب فكي ده عشان ارد على التليفون. ترد على التليفون ليه؟ لا مش يمكن الاستوديو اللي طالبني، اكيد انا اتأخرت. يا اخي ما يستنوك. في هو انت مش نجم شباك؟ اوعى. اه يا شيخة. استنى يا نهار اسود منيل، عايز ترد وانت كده زبطت؟ ايه يعني في ايه؟ يا سلام، افرض واحدة ست هي اللي بتتكلم في التليفون، اقعد اسقف انا على دماغي بقى ولا ايه؟ اتفضل. اتفضل خش حمام. حيا يا اخي. السخان شغال ولا هاخدها ساعه كده؟ السخان شغال. اوعى بقى، اوعى. خش. كل ليله هتفضلي مكتفاني كده، انت الخسرانه. طب خش. خسرانه ايه؟ الو، الاستاذ غريب نزل راح الاستوديو. مين اللي بيتكلم؟ هنا الاستوديو يا مدام، انا رجب. احنا متعطلين علشان الاستاذ. يمكن زحمه الطريق هي اللي عطلته يا رجب. اديني فتحي اول ما يوصل طمني وحياة والدك. ها؟ حاضر استهان. حاضر يا فندم. من عينيا يا فندم. مع السلامه. مع السلامه. تشكر يا طوح. العفو. اتفضل يا سيدي، وما تخليش حاجه في الاكسسوار ناقصه، لان المخرج يخرب بيتنا. مش لا كفايه كده. كفايه. وهات لي فواتير بالحاجات دي لخرب بيتك وبسرعه يا ممل. الاستاذ لسه ما جاش؟ رجب بيتصل بيا يا فندم. الله، مش معقول اللي بيحصل ده. طب انت ايه يا سعرف؟ سعادة البيه ونزل من البيت وزمانه جاي في السكه. اتصرف يا سعرف، اتصرف يا سعرف. الله الله، اللي عملته في سنين بتدولي في ايام بغيرتك العاميه دي. ما انت السبب، فاكر لما ظبطتك بتتسحب على ايديك ورجليك عشان تروح للشغاله وسامحتك؟ لا 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 لا، ده افترا. انا كنت بدور على الشبشب. ولما ظبطتك بتبوسها علشان لقيت الشبشب. خلاص بقى يا سيده، اللي فات مات. لا ما ماتش ولا حاجه، ده انا فاكره كل حاجه. فاكر البت بتاعت اسكندريه؟ خلاص يا سيده انتهينا بقى، مش صغيره انت. خلاص اعتذر. حاضر يا ستي، انا اسف. ما دام اعتذرت تبقى بوستها بجد؟ سيده كده هتقلبي حياتي جحيم والله العظيم. والله العظيم انت هتزرزر لي راس ابويا او زرزر. خلاص، لا زرزره ولا هباب، حلوين كده. طب امشي كويس بقى. حاضر. ما تبصش لحد. مش هبص لحد. انا احلى واحده في مصر. مين اللي قال لي كده؟ انت. انا عيل وغلط، خلاص حقك عليا. رايح فين؟ راح الشغل بقى يا حبيبتي، انا اتاخرت على الاستوديو. طب نايما يا حبيبي، نايما. طيب يا منايا. معلش ياللي هواك نصيبي. حصل خير. ومش انا بروقك عشان الصبح. مين قالك كده؟ انا عصبك تهدى. انا عصبي فل قوي الحمد لله، بس بلاش الغنى ده عشان انت خلي علاقه بينا حلوه كده وظريفه. طيب حضر لك الفطار. حضر الفطار. رايح فين؟ ايه حضرتك على التليفون؟ رد على التليفون ايه؟ طلع الاستوديو وطلعني كدابه، مش انا قايله له ان انت نزلت. الو، كلمينا كوكلة. بوكلة ايه؟ النمرة غلط. ما تضرب يا جبان دلوقتي، خرست.
بعد البيت ينزل. حصل حصل بس انا جيت متاخره، سالت عم عبده قال لي البيت خارج. طلع طابور ايه؟ ما تخليهوش يشوفك بقى ولا يسمع صوتك خالص هنا. ها طيب فاهمه ولا لا؟ فاهمه. ولا دماغك تجيبك على حاجه من البيت ولا يشوف خيالك الا بعد ما ينزل. طيب حاضر. كلمي لها كوكلا. يا عم نوريش حاجه غيرك طول النهار. النمره غلط غلط يا بني ادم. باي مل ايه مالك من التلفزه ليه؟ انا عارف واحد طول النهار يقول لي كلمي لها كوكلا ولا بوكلا. قلت له النمره غلط 100 مره. بوكل ايه؟ كلميرا صباح الخير. صباح النور يا حبيبي. لا بابا مش انت كلميرا يعني صباح الخير باليوناني. كلميرا كوكلا صباح الخير يا عروسه. طب وانا شعرفني وانا كنت اعرف يوناني. هتلاقيه منتج يوناني عاوز يعمل فيلم طلياني. كتير كلهم لا. ايه الريحه دي؟ ايه؟ حاجه مولعه. طب مولع سجاير؟ مولع سجاير مولع في حاجه. شاي. ريحه شتم. شاي. حاجه تبع الفرخه. البيض. اسود. افطاري؟ نفسي في يوم افطر بيض ما فيهاش. مش قادرة تشيلي الطاسة وتقفلي البوتاجاز؟ مش حضرتك قلت لي ما تلمسيش حاجة ما لمستش حاجة. غبية. مين دي يا سيادة؟ ده وده يا بيه. وده دي الولهانة مستحملة العرف اللي حضرتك شايفه ده عشان خاطر عيونك. يا ما كان نفسي اشوفك من زمان يا بيه. بنت بنت الأسئلة تتكلم على الله وتكلم عليه جمرك. مش معجبة بنجم الشباك بتاعها؟ لا سيبيني أعبر عن شعوري قبل ما ترد. أنت هنا من أنت يا شابة؟ من زمان زمان قوي يا بيه. من ساعة ما شفت لك فيلمك الأخير قلبي يهواك. فيلم عظيم أنا ما شفتوش. شفته خمس مرات. خمس مرات؟ بنت اخرسي اخرسي أنت. خليني أطلع اللي في قلبي وأقول له على شعوري يمكن يغير رأيي. اطلعي بره. قال يا بيه أطلع بره. يرضيك يا بيه اطلع بره. انا شخصيا ما احبش اقطع عيش حد. اصل الكلام اللي بتريده كبير قوي يا شباب. قلت اطلعي بره يعني اطلعي بره. كلمها يا بيه قول لها حاجه. انا مش فاضي الكلام الفارغ ده. انا عندي شغل. انا ماشي دلوقتي رايح الاستوديو. اتشرفوا انتوا مع بعض. نعيما. يا حبيبي. لا وانا اللي حرقت البيت. ريقه بقى. تعالي انت. استنى بقول لك ايه؟ انا مش تحت امرك. اطلعي بره اطلعي بره. خشي جوه خشي جوه. لا هو دوري. خشي جوه تعالي انا يخرب بيتك. خشي جوه. غريب. اغسل عليك يا غريب كده نزل من غير. مش معقول يا حبيبتي مش معقول. ده جوزك فنان. ما الاصطباحيه بتاع النهارده تخليني اعيد حساباتي من تاني. معلش معلش معلش. ايه انت؟ انا نجم شباك ومعتمد من النقابه والعالم كله عارف كده. تيجي مراتي تهزقني وتعيشني في جو من الغيره والحقد والشك ليه؟ انت السبب. انا السبب؟ لا مش ليا جمهور. مش ليا الناس بيحبوني. لما امشي في الشارع واحد يضحك لي ما تضحكلوش. لا اضحكلي. واحده معجبه بيا هتموت فيا عايزه تبوسني. ما لا تقول لها ربنا يسامحك وتيجي يبيسني انا كل البوس. الله رب بحبوسك مليون بوسه. ايوه كده اموت فيك يا مجنونه. طبعا اذاك عشان متاخر انا بقى اهو. متاخر النهارده؟ اقوم اقوم كده واجي لك. صور على طول. على طول. نعيما يا حبيبي نعيما يا منايا. حبيبتي يعني مش معقول من يوم ما اتجوزنا نعيما نعيما نعيما. هرتيني بلاش غنى يا حبيبتي. ها عايز اسعدك. تسعديني ايه؟ زي ما ليلى مراد كانت بتسعد حسين صدقي. منها. اقعدي بالعافيه. استاذ غريب يا
استاذ رجب يا سعاده البيه الاستاذ غريب نزل من البيت وزمانه جاي. الكلام ده بسمعه من ساعه ولسه ما جاش. روح قال له ان في ناس محترمين منتظرينك يا استاذ غريب. حاضر. يا فين الناس المحترمين دي بقى؟ حاضر يا بيه. آه يا زمن يا اللي وصلت السيمة للحالة دي. أنا أنتظر غريب حزني. الأستاذ غريب وصل. عايزين نجهز بعد قد ايه؟ على طول الاستاذ متعطل على طول. طيب النهارده اخر يوم في الفيلم ان شاء الله. لا بكره ان شاء الله. بكره؟ احنا ابتدينا نصور امتى؟ امبارح. الفيلم ده طول قوي. على طول يا بيه عشان عايزين نعرضه. انت هتنام. الله. البيه وصل دلوقتي ودخل على جوه. عم فتحي اطلب لنا المدام عشان تطمنه. طب قولها اي مكالمه حريمي مش موجود يا فتحي. ها؟ تسجل تحركاته وتتصنت على كل مكالمة تجيله، وأنت عارف أنا معاك ما بونش، صرف عليك دم قلبي ربنا يهدك. معروف يا فندم كل ده، دي شغلتي ولعبتي اللي باكل منها عيش، أيوة أهل أهي. بالمناسبة يا استهالم أنا مراتي هتولد، والحالة جيم. ربنا يخليك يا استهالم، ربنا يخليك. رجب عايز يكلمك في التليفون. ألو؟ أيوة استهالم. رجب عبد العال في خدمتك يا فندم. رجب. عينك عليه ما تغيبش لحظة واحدة، مفهوم؟ طيب مع السلامة. ايه ده؟ انت لسه هنا بتعملي ايه؟ مش حضرتك قلتي لي استني استني؟ استني استنيت؟ هو بعد اللي عملتيه النهاردة تستني ولا ثانية واحدة؟ عاملة لي حفلة للراجل، حفلة؟ ما سمعتيش عن البلوجر أبو رعبة؟ ودار الحلاوة دي فين؟ لا يا حبيبتي ما دام شافك وحط عينه عليكي يبقى برا. خلاص برا برا، بس في حاجة اسمها حساب ولا إن شفطناكوا. عايزة كام يا بتاعت شفطناك؟ 10 جنيه. أديكي 20 جنيه بس تغوري من وشي. ده عيب أقول شوية. الو كلميرا كوكلا. مين يا اخويا؟ ما عندناش حد بالاسم ده. مين اللي كان بيتكلم؟ لا ابدا دي النمره غلط. واحد بيسال على واحده اسمها كلميرا. كلمك واحده اسمها كلميرا؟ آه. كلميرا يعني صباح الخير باليونان يا جهله. يا حلاوه. طب قولي لي بقى مساء الخير يعني ايه؟ يعني مكرم انت هتصاحبيني ولا ايه؟ ما تقومي يلا تمشي. ايدك خدي يعني كلهم عليكي. اتفضلي خدي. هات هات المريال اهي 150 قرش اهي. هات فوتك في قرف يا غياره. اخرسي بس ياخدك على حنطور عين. بنت امشي من قدامي. جاهزين؟ جاهزين يا استاذ. جاهز يا استاذ فكري؟ جاهز. نصور يا استاذ غريب. اوكي يا بيه انا جاي. انا اسمي ايه في الفيلم؟ سمير. اوكي. سكوت ولع لمبه الكاميرا. كلاكيت. اتفضل يا استاذ. مرتين 39 واحد اول مره. اكشن. مين حبيب القلب يا مهنا بيمشيني جاي يا حبيبتي يا سنين على هنا سمير ارتحي. حياتي يا روحي وحشتيني. وانت كمان. اقعدي اقعدي احسن تعبان من المشوار والسفر يا ربي. ايه ما بعتليش الاغراف ليه عشان كنت اجي استناك في المطار؟ انا كنت عايز ابعت يا روحي بس لما افتكرت لاخر لحظه انك ما بتعرفيش تقري قلت الله طب ابعتت الاغراف ليه؟ كنت هاجيلك برضه. يا روحي لو تعرفي العربيه اتعطلت مني في السكه وخدتها مشي من رست لحد هنا. اووو رجليا فقفقت كلها. يا ريت تعملي شويه ميه سخنه كده عشان احطهم على رجليا. شكرا. احطهم على رجليا لحسن ايه رجليا بقت كلها مفقفقت من ال ايه ده؟ ايه يا سمير كلمني انا. الجزمه رميتها جاتني تاني. طيب ما هي معلش. ما علينا. تعرفي انا كل ما افكر فيكي في المشوار اقول فين حبيبتي يا ابني خلاص ما سمير. سمير ايه؟ حد بيديني الجزمه؟ مفيش حد يا سمير. بصلي برج الجزيره. لا يا سمير سيبه. سيبه انت مين؟ سمير سيبه عشان خاطري. انا المكواجي. انا المكواجي. انت المكواجي تعالى هنا.
انت المايب واجي؟ ايوه بقى انا المكوى. بتعمل ايه في بيتي؟ جاب المكوى. جاب المكوى؟ ولابس بيجامتي ليه؟ ما انا باكو عليك يا بيه. تكوي بيجامتي في بيتي؟ ها؟ تكوي بيجامتي؟ طب هايم هنعيد مره ثانيه عشان المقدمه. حاضر استاذ. رجع كل حاجه زي ما كانت. انا جيت خلصوا 39 بيعيدوا مشى 39 عشان المقدمه وداخلين على مشى 42 اللي فيه ال بلغ ست هانم واسلموا فيكم بالاخبار. سلام. اول باول لحيت ابوك. الو المدام خلصوا 39 هيصوروا 42. طب ثانيه واحده. بالظبط هو ده المشهد اللي ممكن يقعدوا يصوروا فيه لبكره الصبح. حاكم الاستاذ غريب بيعز المشاهد اللي زي دي قوي ويحب يعيد فيها براحته. أوب 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 أوب. انا جايه. انا عايز الحماس الحراره. الشط ما فيش حماس. انا عايز شط فيه حراره الحب نار الحب. مفهوم؟ موجود بس بس ايه خلاص بقى مدام ياسمين انا عايز تديني. خلاص حاضر حاضر فهمت. خلاص فهمتي؟ طيب كلاكت 42 واحد تاني مره. تاكسي تاكسي تاكسي. الهرم يا اسطى. انا متفق على توصيل المطار لو في طريقي كل ما انه نايم. شكرا. العب. طب وحش كده وحش يا استاذ غريب كده وحش. احنا اتفقنا على ان ده مشهد عاطفي وقلنا لهيب الحب مش وحشيه الحب. معلش انا يمكن اندمجت شويه لان سعادتك عاوز حراره. انا عايزك تمسك اعصابك تمسك اعصابك يعني كده. هايله هايله يا مدام ياسمين. فضل توجيهاتك يا استاذ. يلا تعالي كلاكيت مرتين 42 واحد رابع مره. مش حلوة سعادة البيم. الشط مفيش حرارة. البص مفيش لهيب وانت عاوز لهيب. لا 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 مش ضروري. عندي تالت مرة كويسة. اطبع تالت وخمس مرة. حاضر يا استاذ. ايوه يا فتحي. ما جيتيش ليه يا مدام؟ ايوه خلص المشهد. راجل معاك عشان يقول لك على التفاصيل. ايوه يا مدام ده عاد المشهد خمس مرات. خمس مرات؟ معلش حظه بومب اني ما قدرتش اجي. متشكرة يا رجل. خمس مرات يا غريب. بس لما اشوفك ان ما خليت اكبر حته فيك قد عقله الصباع ما بقاش انا سيده. هلو نعيم انت كده؟ انا سعيد. الحمد لله على السلامه. تعالى يا ابن اخي. ايه في ايه؟ طول النهار بدور عليك لحد ما عرفت انك هنا. ايه خير؟ انا قلت اجي اديلك فكره قبل ما يوصلوا علشان تلحق تدبر حالك. مين يوصلوا؟ يا نهار اسود انت نسيت. نسيت ايه؟ بهتة. بهتة مين؟ عروستك اللي معلقها بقالك سنتين لما كنت في اليونان. اخلص اخلص مفيش كلمة زيادة. تعال انا نقعد كده في حتة نتكلم بالراحة عشان محدش يسمع حاجة خالص.
انت جايبني هنا ليه؟ ايه المكان ده؟ هنا بقى كان دايما رومل يخطط ومحدش يعرف حاجة عن الخطط بتاعته. رومل؟ رومل مين؟ ده تاجر عربيات في وكالة البلح. ها ايه بقى الحكاية يا سيدي؟ بيرت، عروستك اللي خطبها من سنتين في اليونان جاية بك علشان تتجوزها. نعم؟ مين قال كده؟ أنا. ما كانش في وسيلة تانية قدامي علشان أتجوز إليني أختها إلا إني أجيبها هي وأختها. أنت تتجوز بيرتا وأنا أتجوز إليني. أنا أصلي خلاص يا سعيد، أنا اتدبست. يعني إيه؟ أنا اتجوزت سيدة بنت خالتي اللي مسودة عيشتي بغيرتها البشعة دي وكاتمة على نفسي. كان منى عيني أتجوز بيرتا. إنما هارد لاك يا صاحبي. إنما الشرع يسمح يا سيدي. الشرع يسمح لو واحدة غير سيدة. أنا ما كنتش أتردد لحظة واحدة في جوازي من بيرتا. اتجوز بيرتا إن شاء الله أسبوع واحد في السر وبعدين طلقها. اسمع، بلاش عمل معروف يا سعيد، اتصرف ورجعها بلدها. أنت بتقول إيه؟ أنا أقدر أقابلهم من غيرك؟ يا سيدي بلاش تقابلهم خالص. تبقى مصيبة أكتر، دي معاها عنوانك ونمر تليفونك، هتروح لك على البيت على طول. وليه اديتها العنوان؟ أنا برضه اللي اديته لها. أمال مين؟ سعادتك لما كنت في اليونان وعزمتها على مصر قبل الخطوبة، وقعدت تفكرها بأيام الطفولة وقد إيه كنت بتبكي من هجرها ليك. يا راجل دي اسطوانة زمانها نسيتها. مين اللي قالك؟ دي عايشة على كلامك الجميل المنمق، ولا حاجة في الدنيا هتطلعه من دماغها، وخصوصا بقى كلام الجوابات. جوابات؟ أنا من يوم ما جيت ما بعتش ولا جواب. إنما بقى كان في غيرك بيبعت جوابات باسمك تدوب الحديد. باسمي أنا؟ مين؟ أنا يا سيدي كنت عشان أتردد على البيت مواظب على كتابة الجوابات بدالك، عشان أروح البيت أقراها وأكتب الرد وأخلي الود متصل. أنا شرحت لك ظروفي يا سعيد. وأنا قلت لك يا إما تيجي نقابلهم في المطار يا هتلاقيهم في ضيافتك في البيت، وليك بقى حرية الاختيار. إيه ده ابتزاز بقى؟ لا إلى البيت. يبقى تفوت عليا الصبح في الأوتيل ونطلع سوا المطار. اركب اركب يا جلاب المصايب. يلا اركب. كان يوم منيل اللي رحت فيه اليونان ده. الصحراء؟ وبعد ما دخل الصحراء عمل ايه؟ سواق التاكسي خاف من الصحراء ومرضيش يدخل وراه، قال لي انزل خد لك جمل. حاولت معاه مفيش فايده، رجعني ولاس على الخمسه جنيه صحيح. يا اخي مش مهم، هبقى اديها لك 10 لما تيجي. بس انت متاكد ان اللي معاك كان راجل مش ست؟ راجل مال وهدومه يا ست هاني. طيب متشكر، مع السلامه. ياخد راجل ويخش بيه الصحراء ليه؟ يكونش لا لا لا. ربنا لحد دلوقتي. ايه في انت كمان؟ الست طردتني اهون عليك، ده انا وحدانيه وماليش حد. طيب طيب خلاص خلاص خلاص، بعدين بعدين. طيب بعدين امتى؟ انا اسف انت عندي ورطه مش فاضي دلوقتي، سيبيني. طب امتى؟ بعدين بعدين. بعدين اشوفك فين؟ يا بنتي مش فاضي. ماشي قولي اشوفك فين بالظبط؟ خلاص شوف التداعي. طب الساعه كام؟ 3:30. طب قلت لي فين؟ فين؟ مدينه المتنجدين، ما تتاخريش. تن 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 استناك يا حبيبي. سوسو سوسو. ايه سوسو؟ عايز ايه؟ انا جيت غلط. تعال هنا. الله انت هنا؟ بونسوار سوسو. السلام. كويس قوي انك فاكر ان ليك مرات اسمها سوسو. هقول حد ينسى برضه سوسته؟ طبعا في عز الشغل لازم تنسى. طبعا لا بالذات بقى انا لا يمكن انسى، انما ممكن اتناسى. يعني لما اكلت جبنه وشربت قهوه في البوفيه بتاع الاستوديو كنت بتنسى ولا بتتناسى؟ تخص عليك يا غريب، انا مش قايله لك 100 مره ما تاكلش اي حاجه مؤنسات ولا خضار ولا فاكهه ولا 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 معنويات ولا اي حاجه في الدنيا. يا حبيبتي كنت جعان والله ما لقيتش حاجه اكلها. طب اعمل ايه؟ ما هو حظك ان كل اللي في البوفيه مؤنسات، يا جبنه بيضة يا جبنه رومي يا زيتونه سودا. زيتون اسود؟ ايه زيتونه سودا؟ حظ النحس ما عندوش غير زيتونه سودا. خفت اكلها لا تزعلي. ما تاكلهاش ما تاكلهاش، كل حاجه مسكرات. الله، واشرب كل حاجه. تشرب قهوه؟ تشرب اشرب شاي؟ اشرب شيح بابون ينسون؟ طب ميه؟ اشربش مغير ميه. ميه اشرب كازوز؟ مش كازوزه. تاكل سلمون؟ تاكل بصل؟ لا لا لا
لحد كده بقى سوري ستوب بصل. انا غريب حسني نجم الشباك اديها بصل طبعا. ادخل الاستوديو وريحتي وحشه؟ قول كده يا حبيبي قول كده. ما انتش عايز تاكل بصل عشان ريحه بقك تبقى حلوه عشان تعرف تبوس الست ياسمين بتاعتك. فكرتني خمس مرات يا مفتري. احنا مش قايلين السيناريو مع بعض وقايلين ان احنا هنشيل المشهد ده. يا حبيبتي شغلي في الفيلم كده؟ المخرج بيقول لي بوس ما بوسش. الله عايز حراره في البوس هقول له لا. تقوم تعيد اللقطه خمس مرات يا مفتري؟ انا هتجنن. انت بتعرفي الحاجات دي ازاي؟ وكلكم ولغز النهارده ده كوم. ايه النهارده ده؟ لغز الصحراء. تخشي انت وواحد راجل الصحراء ليه؟ بتعملوا ايه في الصحراء؟ الصبر يا رب. مش معقول حد يستعجل لي الاستاذ غريب. نزل من البيت يا فندم وزمانه جاي. الله الكلام ده انا بسمعه من ساعتين. مفيش مخرج يستنى ممثل. عندك حق. فريد شوقي بيجي قبل ميعاده ساعتين. استاذ وملتزم. فاتن حمامه بتيجي قبل ميعادها بثلاث ساعات. استاذة وملتزمة. الاستاذ اسطوفان رستي. استاذ ومات. انت يا ابني من قبل ساعتك ما تخرج من زمان. الله. طب وما قلتليش ليه؟ وانت تسمع كلام حد ساعة البيه. الله انتوا انتاج مش حرك. الانتاج هيعمل ايه يا ساعة البيه؟ دي مشكلة مرور نزل بقاله ساعتين. هنعمل ايه الانتاج هيحل مشكلة المرور؟ دي حركات نجوم ولازم تكونوا حافظينها كويس. اتأخر ربع ساعة الو، اتأخر ربع ساعة تانية الو. ان شاء الله حتى يقعد ثلاث ايام لازم الانتاج يكون صاحي. حاضر يا ساعة البيه نتصل بيه تاني. يا رجب. ايوه ساعات دي حركات نجوم. لا اسمع دي حركات نجوم مش علينا. فريد شوقي ملتزم. تيجي بسرعه وتتصل بغريب. ايه مالك مش واقف على بعضك ليه؟ اتاخرت على الشغل ومفيش لقطه في النهارده في الفيلم من غيري. هنعمل ايه طياره اتاخرت؟ خلاص طياره اتاخرت هسيبك انا واروح الاستوديو. هنجيلك على هناك. لا انت جننت تيجي على الاستوديو عشان سيده تعرف تجيب البنات وتيجي؟ ده عرفت ان احنا اتقابلنا في الصحراء يا راجل. ده انا مش متجوز ست، متجوز رادار. خلاص خليك مستني معايا. امر لله. عايز سيجاره؟ لا خلاص. يا ابني نزل بقاله ساعتين لازم تصدقني. انا شرفني راح فين بقى؟ كان جراله حاجه في السكه مثلا؟ طب دور عليه وحياه والدك وطمني الله يخليك. عجيبه قوي غريب بياخد السكه في عشر دقايق ولما يغيب قوي قوي يعني ربع ساعه. يكونش راح الصحراء تاني؟ افرض وشك هم وصلهم فين؟ هم هناك في العربيه. حبيبتي الحمد لله على السلامة. سعيد حبيبي. أهلا سعيد. ازيك منالي؟ واحد واسع. أهلا منالي أخبارك؟ سلام سلامة. كل سعيد. ازيك؟ يلا بينا. يلا جوه. يلا اتفضل. وأنا هفضل حاطة إيدي في مية باردة كده؟ أنزل أدور عليه. انام في الاوتيل. انا عاوزه نروح انا وانت في البيت. البيت بيتي انا؟ طبعا. لا ما اصل اصل لازم تسجيل الباسبورتات في الجوازات يا بيرتا. واذا كان تسجيل باسبور ليه لا؟ لا اصل هنا في اجراءات. واذا كان اجراءات ايه اللي يمنع؟ انا هبقى جوزتك. جوزتي؟ ما هو مش ممكن البيت قبل الجواز يا بيرتا. يلا يلا انزل. يلا غريب ننزل. لا معلش روحي انزلي انت ارتاحي عشان انا عندي شغل. شغل؟ كده غريب بقى انا جاي من لبنان علشانك وانت مش عايز تسيب شغل عشان بيرتا؟ لا يا حبيبتي اصل انا ما عرفتش الصدفه بس الا امبارح وبعدين صدقيني الاستوديو متعطل وشغل كتير قوي. انزلي انت ارتاحي. خلاص انا هاجي معاكي الاستوديو. لا استوديو لا يا روخي انت تعبان من السفر. لا 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 انا مش تعبانه
انا مش عاوزه ابعد عنك ابدا، انا بحبك قوي غريب. وبعدين بيرتا؟ اسكت انت سعيد، انت مش عارف انا مبسوطه قد ايه عشان شفت غريب. انت بتحب غريب قوي قوي، يبقى لازم تسيبه يروح شغله عشان يلحق يخلص ومسهر بالليل. غريب انت عاوز كده؟ والله ما انا عاوز حاجه، انا عاوز اروح الشغل بس يا حبيبتي، اصل لو رحت الشغل دلوقتي واتاخرت لسه ما حدش عارف ان احنا هنتجوز، هيشوفوكي معايا هيبقى ال... اوكي اوكي غريب خلاص فهم فطلب. يلا ياسو حبيبتي ياسو. غريب نعم. بسم انا في لاكي. حاضر ان شاء الله. بسم انا في لاكي. طب هجيبها لك من السوق ولا؟ بسم انا في لاكي، اديني بوسه. بسم انا في لاكي. لاكي جميل. خلاص يلا يا بيرتا تعدى من الوقت. حاضر سعيد. ياسو هتيجي امتى؟ هخلص شغلي واجي. اعمل حسابك على سهر. حاضر يا سيدي. كلمتنيش يعني ايه؟ لسه ما وصلش؟ يا نهار اسود. طيب لسه ما وصلش يعني انزل ادور عليه فين ده؟ حاسه على القهوه هو اللي ريتها يا ولاد الحلال. على فين يا سيدي؟ على الصحة. اجي معاك؟ اوعى والنبي بلا هبل، اوعى مش ناقصه شكلك. لا اكتر من كده ما اقدرش انتظر، دي اهانه ليا. فركش يا سعادة فركش يا سعادة البيت، غايب حاجته معاه، جت حصل له ظروف ولا حاجة في الطريق. في تليفون، في تاكسي، في 1000 وسيلة اتصال، لكن كده كتير كتير قوي. يا حضرة الأستاذ، الأستاذ غريب وصل. طب مبسوط؟ أنا لسه خالص. خلاص يا أستاذ روق بقى، هو وصل. خلاص يا سيدي الأمر لله. يا سلام، والله أنت وشك بشوشة بيه. صباح الفل يا قشطه. ايه بقى؟ انا اسف، انا انشغلت عليك كتير والله. برضو العربيه عملتها معايا. انا قلت كده برضو. ولا برضو واخد بالك انت بقى؟ تجهز بسرعه عشان عايزين نخلص الفيلم النهارده ان شاء الله. انا هنشغل من بكره. لا هتنشغل تودينا في ده. يلا كل الناس جوه البلاتو بسرعه. يلا يا فندق اتفضلوا. يلا العربيه هيطلت حجج بايخه. يا فتحي فتحي. اهلا اهلا يا استهانم. اهلا وسهلا. ازاي؟ ازيك استهانم؟ انا بتصل بحضرتك ما حدش بيرد. البي وصل ولا لسه؟ قدامك حالا، بس العربيه عطلت منه. اه طيب. طب امسك امسك. شكرين قوي يا استهانم، ربنا يحرمنا منك. مع السلامه يا استهانم. سلام يا استهانم. غريب حبيبي. سوسو انت اللي جابك الروح. اسكت، قلبي كلني عليك بشكل، قالوا لي انك اتاخرت، قلت عملت حادثه ولا دخلت الصحراء بيت عالي ودي وجيب. الصحراء يوم حادثه ايه؟ روح مش عارف ان في مرور، في عربيه ممكن تبوظ، بنزين يخلص، كاوتش يفرقع. الحمد لله انك بخير على اي حال. ايه انت ناويه تقعدي؟ اه قاعده اتسلى معاك النهارده ونبقى نروح سوا. لا بلاش انت، روح انت وانا هخلص واعصلك. ليه؟ عايز تسربني ليه؟ لا 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 ابدا يا روح، مفيش حاجه زي دي، بس اصل المخرج ريزل شويه وانا جاي متاخر. مشفك معايا هيقعد يلسن بقى بكلام ملوش لازمه. اما بايخ صحيح، واحده جايه تزور جوزها في الاستوديو لسن بكلمه ليه؟ طب انا هقعد بقى اشوف هيعمل ايه. سيده افهميني. لا غلط. تعالى غريب تحت امرك. جاهزين؟ طب انا جاي على طول. لا انا هخلص اللقطه واجي لك حالا. اجي معاك. لا انت معايا ايه؟ معلش شوفي حاجه لما اجي. اه عايزه سيفن. ايه سيفن؟ ايه ده كمان ده؟ لا سيفن. اه يا ابو في رفض هات سيفن هنا للمدام. اهلا وسهلا يا ست هانم، ده انت جيتي في وقتي. الله. جاهزين؟ جاهزين يا بيه. بارتي لك ايه؟ 11 واحد اول مره. اكشن. ما تنساش يا سمير كل يوم تبعت لي جواب. طبعا يا روح، وانت كمان ما تعمليش اي خناقات مع الجيران، مش كل ما ارجع اجي استلمك من الاسم. اطمن يا حبيبي انا في حالي، وهتوحشني لحد ما ترجع. وانت كمان هتوحشيني يا روح. يلا باي باي. كده من غير ما تودعني؟ بريلا بريلا بريليلا. لا هنا. بعدي بقى بس. اوعى يا ابني مدام دلقت المخرج. بس يا بيه. الله. ايه ده؟ بوز بوز بوز، ما تحترم نفسك. ايه يا مدام؟ ايه ده؟ ازاي تعملي كده وتبوظي الشط؟ ايه اللي بوظ الشط؟ جوزي محافظ عليه كله. بوز 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 على ما تاكلوش لحمه في بيوتكم. ايه البوز ده كله؟ لو انت مش تحترمي نفسك شويه. الله. ايه ده يا استاذ غريب؟ الله يسلمك.
معلش ده شغل والمشهد يتطلب كده. الله ولازم تعرفي كده يا مدام. اعرف كده ده مسافر وبيودع مراته يبقى لازم يبوسها. يبوسها ليه؟ الله ما بيخرم ما بيبوسنيش. يبوسها هي ليه؟ وي وي نعيمة عطيات خدوها اليتيمتين مالكم. غريب غريب غريب. ايوه استاذ غريب. مدام ياسمين اجهزوا. سعيد انت لسه نايم؟ ايوه في حاجه؟ يلا بسرعه البس هدومك. ليه يا بنت؟ عشان نروح لغريب في الاستوديو. بقول لك ايه؟ احنا لازم نرتاح عشان نعرف نسهر بالليل. خشي نام انت واول ما يجي غريب هيجي على هنا على طول. اه يا سعيد انا جاي من اليونان عشان انام. انا جاي اشوف حبيبي غريب جوزتي. يلا بسرعه عملته معروف. عملته معروف انت سيبيني انام. سعيد سي باراكالو قلنا نتكلم عربي. نفسي اشوف غريب بيعمل ايه في الشغل. باي باي يا روح. لا 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 يا استاذ رادي انا احتاج على المعامله دي. مش معقول تعاملوا مراتي بالشكل ده. انا راجل نجم شباك. اسيب الفيلم وخدوا الشباك يا اخي. سيبيها يا ست انت وهي. ما كانش في طريقه نخلص بيها شغلنا غير الحكايه دي. الله يعني عافيه بقى مش فن. طب ما دام عافيه بقى انا هربيك بقى. الله ايه ده ايه ده ايه ده نعيمه. ايوه عطيات. ايوه يا استاذ غريب روحني. اوعي يا وليه. اوعي ايه اللي جابك ده شغلي انا قلت لك ما تجينيش الشغل تاني. خلاص يا حبيبي عشان حبك استحمل اي حاجه في الدنيا. نعيما ايه يا حبيبي نايمة. خلاص خلاص يا منايا بتموت في اغاني شكل جميل يا واقفة يا عاطف. ايوه يا استاذ. ايوه خد المدام خد المدام في تاكسي وصلها البيت. حاضر بيه تاكسي على حساب الانتاج برضه ولا على حساب اي حد. بابا يروح انا هخلص المنظر واجي لك. طيب هتتاخر؟ انا؟ لا على طول ساعة واجي على طول. طيب باي باي. ما تتنفسي. الله ما تفرش. الله ايه ده؟ انت متجوز المرأة الخارقة؟ عشان تعذرني يا استاذ راضي ما كانش فيه غير الفكره اللي اتفقنا عليها دي والا ما كناش هنعرف نصور اللقطه دي ولا بالبوليس. طب يلا يلا بقى نعمل اللي بعد كده يا مانول. يا اخي اتكلم عربي يا عم. انت دلوقتي في مصر اللي كان نفسك ترجع لها من زمان. مصر يبقى لازم الكلام يطلع مصراويني. قوم البس هدومك يلا غريب زمانه جاي. اوكي انت كمان الحق بيرتا وإلينا واديهم خابور عشان يلبسوا وينزلوا بسرعه معانا. هديهم خابور حالا. أوكي. يلا سعيد فامي مانولي البس هدومك بسرعه غريب تحت في الريسبشن. يلا يلا مانولاكي بسرعه. خلاص انا ممكن ينزل كده يبقى موضه الصبح عندكم. يا اخي بلاش درع احنا في الريسبشن. اند اكسي تيكاني. تمام يا ستي كاني. الحمد لله مسطوره. كوكا للسعيد. يعني ايه؟ يعني عاد مبزوره. عارف عارف اعرف كمان عشان مش تكوكي تاني. ها غريب هنعمل ايه؟ ايه النظام؟ هنروح نسهر فين؟ يعني مانولاكي. هلا مانولاكي تحت امرك. نسهر فين؟ انت هقول نسخر. انت عايزه تروحي فين؟ انا عايزه اكون جنب حبيبي وخلاص. يعني نايت كلاب مثلا؟ الو الاستوديو استاذ غريب حسني من فضلك. خلصوا ومشوا من بدري مفيش حد هنا. أنا الغفير. طيب يا غفير متشكرة. مرخوت وصرح فيه. طيب يا غريب بس لما أشوف وشك. أنا مبسوطة قوي يا غريب عشان أنا وأنت سوا سوا. مش زيي يا بيرتا مش زيي. بتحبيني غريب؟ يا ربي كسكس اكسكسا ده سؤال. بحبك أنا بموت فيك أنا بعبدك. أنت لو قريتي اللي مكتوب في قلبي جوه هتوفر على نفسك كلام كتير قوي. جواباتك أوعي تقولي خدها. لا لا جواباتك كانت بتقول كل حاجة موجودة في قلبي عشان كده أنا ما قدرتش استنى.
انا بحبك قوي قوي يا غريب، وانا مش لاقي الكلمه اللي اعبر لك بيها عن حبي غير كلمه واحده بس. برتا انا فرخان. غريب امتى نتجوز؟ انا اتجوز نتجوز بكره بقى ان شاء الله، بس في اسكندريه بعيد ايد عشان محدش ياخد باله، الناس عينها وخسه، هنا عينه وخسه يقر. سعيد يعمل الاجراءات. يا سعيد سعيد ايه في ايه؟ اسكندريه بكره. ليه؟ بكره نتجوز في اسكندريه، انت تعمل كل الاجراءات يا سعيد. اندكسي بيرتا. سعيد كلمته عربي اكثر. حاضر يا ليلى. ايه ايه راح فين اخويا؟ هعمل تليفون. تعمل تليفون؟ وانا برضو اعمل معاك تليفون. عن اذنكم احنا نعملته التليفون. اوكي اوكي. تعالى هنا. انت كتبت لهم ايه في الجواب؟ كلام من متكلف. الحارس السود ده ولا بالطبل البلدي هطلعه من دماغهم، دول جريج يابا شرطه. شفت يا عم؟ مش قلت لك؟ معلش يا غريب يا حسني، ليك حق تعمل كده واكتر من كده، ما دام انا اللي سايبه لك الحق. هنزل ادور عليه في الشوارع ده ولا اعمل ايه بس؟ اللي ما اعرف له اصحاب حتى انزل اسال عليه عندهم. طيب انزل اقف في الشارع عشان يعجبك يا غريب يا حسني. باي 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 باي. اتبسطت مانولي؟ ايه سهرة جميل وانا اتبطست على الاخر. المهم تكون اتبطست. خالص انا بحبك قوي غريب ومش عاوز ابعد عنك خالص. ولا انا والله يا بيرتا، بس الظروف شغلي بقى ومعلش. شوف يا بيرتا، احنا لازم نسيب غريب عشان يروح ينام ويرتاح، عشان ده يسوق بكره لغايه اسكندريه. اندكسي. ها اندكسي. يس يس يس. باي باي. ايوه هتيجي بكره الساعه كام عشان نسافر اسكندريه؟ الله، اول ما عربه يفك سجني ربنا يستر ان شاء الله. مين عربه دي؟ ما هو ده صاحب الشغل القديم اللي احنا بندحر فيه. طب وفيها ايه؟ اطلب منه اجازه عشان الجواز. اطلب اجازه؟ جواز؟ ده كان ايه ده حبيبي؟ ده انا كنت اكسر دماغه. انتي؟ لا معلش قلبك عبيد، انا هتصرف انا. يعني مش هيكون في شمطه ولا حاجه؟ شمطه؟ ولا شمطه ولا حاجه ان شاء الله، ربنا يستر. يلا باي باي. باي باي. كلمني. غريب غريب. اسمعنا في لك. اسمعنا في لك. من هنا. انا سيدة. طب ماني عارف ان انت سيد. حد قال لك انك راجل؟ انت يا حرمه واقفه تعملي ايه في ساعه متاخره من الليل هنا؟ ده بس اصلا مستنيه جوزها شويشه اسمك وتاخر وما جاش لحد دلوقتي. تقومي تستنيه هنا؟ انت ساكنه في العماره دي يعني؟ طب ما تستنيه فوق على الاقل تريحي نفسك من وجع الدماغ. حد يعاكسك؟ حد يترازل عليكي؟ اصل هو اتاخر قوي وانا مشغوله عليه قوي مش قادره استنى فوق. الصباح رباح. الصباح رباح؟ لو انا هستنى للصباح تبقي تدوري على راحتك. اهو جه الحمد لله. ايه ايه كبسه؟ في اشاويش؟ ايه حصل ايه؟ عشان اتاخرت عليه. انا اسف يا رعد معلش. هيك عليا. اقصى عليك يا غريب ولا تليفون؟ افضل اقول يا ترى هل ترى طول النهار كده؟ ماشي يا حبيبتي، عارفه زحمه شغل والتليفونات بقى. خلاص انا اسف. واقفه يا اخي، الشفت من البرد والرعب قافش في قفايا. هو بس اللي جه وشه السمح الامير ونسني ونوسني. نوسك؟ هو ده يا حبيبتي، الشرطه في خدمه الشعب. شاكرين قوي يا شاويش، برافو عليك. العاص. يلا روح. بس لو سمح اديني بطاقتك عشان اتاكد انها مراتك. لا بطاقتي ايه؟ طيب مراتي يا شويش صدقني. بالبطاقه اصدقك. لا ازاي يا شويش؟ ما انا مفيش كلام تاني، يا اما البطاقه يا اما الاسم يا محتار. لا 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 اسم ايه ده؟ انت مش واخد بالك مني؟ ما بيتفرجش. تعال انت مش مأيدني على البطاقه؟ مأيدك ومأيد ابوك ومأيد امك ومأيد عيلتكم كلها. مش بطاقه التموين، البطاقه الشخصيه. أه في كلها، في كل بطاقاتي. طيب طيب تعالى معايا. تعالى معايا ايه؟ رايح فين يا اخي؟ الله، هجيب لك البطاقة يا شاويش. تعالى ما تخلينيش ابهدلك. عايز تفر مني يا خدقتي؟ لا افر ايه يا شاويش؟ ده اصل البطاقة في العربية. والبطاقة تبقى في العربية ليه؟ اصل البطاقة حاططها مع الرخصة مع الأوراق اللي أنا بحطها في جيبي. جيبي بيقف لما باجي يا شاويش. أنا راجل معروف ونادر ما حد يسألني على البطاقة. وزير حضرتك؟ الوزير بيشيل بطاقة. أنت معذور، معاك حق يا شاويش، ده أنا غريب حسني.
نجم الشباك. ولا عمر شفتك. وسيبك بقى من امور الاونطه بتاعتك دي ويلا بينا على القسم. انا تعبان يا شاويش، البطاقه في العربيه. هاتها من غير ما تركب العربيه. من غير ما اركب العربيه. حمد ايدي يا راجل. دي ليله مطينه بطين. انت اسمك ايه يا سيد؟ سيد انور عفيفي. ما هو قدامك ده مؤاخذه يا حضره الاستاذ، ما تاخذناش على اللي حصل. بيني وبينك الوصول ما تزعلش. على فكره يا غريبه فن، نعم، فيلمك الاخراني انا شفته 12 مره. سلام عليكم. عليكم السلام. 12 مره؟ ده انا ما شفتوش ولا مره. ممكن افهم كنت فين لحد دلوقتي؟ اسكتي بقى، خلاص خلاصي خالص. عايز تلم علينا الحكومه كلها؟ طب خلاص. ايه تاني؟ خلاص ما تزعلش. خلاص خلاص اتفضلي يلا. طيب نعيما يا حبيبي. مش نخرسي خالص، اتفضلي بينا. معايا مش هرجع عليك، عامله لي فضايح ومشاكل زي اللي حصل النهارده. انا كنت مخضوض عليك. تسافري رجلي على رجلك عشان تبقي مطمنه. لا انا السفريه دي لا يمكن اروحها ابدا. لازم تسافري معايا، مش معنى انا اشوف القرف لوحدي. ابوس ايدك يا غريب، انا مش قد الجبل ده والنبي. انا لا يمكن اسيبك هنا لوحدك. يا سيدي في غيابك هبقى اجيب حد يسليني، ولا اقول لك انا هروح اسكندريه. اسكندريه؟ ايوه، ما هو انتوا كده بقى، هروح اسكندريه تصرمح هناك في اسكندريه، وجوزك قاعد ينحت في الجبل. راي المثل غاب الحمار يلعب يا صرصار. ايه انا صرصار؟ يعني انا اللي حمار؟ طب هروح عند باباك ومامتك يا سيدي. شوفي اسكندريه؟ لا مش اسكندريه. ليه؟ ما عنديش اسكندريه. بتغير عليا يا غريب. مش معنى انت بتغيري يا حبيبي. خلاص يا حبيبي بلاش اسكندريه خالص. بس هتقعدي لوحدك المده دي كلها؟ اصل انا احتمال اتاخر. ده احنا هنعيد المنظر اللي بنقعد نزيح فيه الجبل ده طول الليل. تزيح الجبل؟ اه. ليه ده فيلم ايه ده؟ ممر بهلر. ممر مش ده اللي في سوق الخضار؟ ما ده غير افلام. ده انا بعمل فيلمين في الساعه. خلاص العمليه بقت زحمه قوي. لا يا حبيبي براحتك، ما دام في شغلك براحتك يا حبيبي. طب بس سيدة مش عاوز مشاكل، يعني خلي بالك ده جوزك نجم شباك. اه يلا حبيبتي. حاضر مش هعمل مشاكل. حضري لي الشنطه بقى. طيب الشنطه هدوم التصوير في العربيه مش كده؟ بس زودي لي بدله او اتنين، المخرج يمكن يحب يتفزلك. طيب والشبشب؟ الشبشب هتاكل؟ اكل شبشب؟ لا قصدي هتاكل العشاء يعني. لا 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 اعملي معروف يا حبيبتي، انا مش عايز اتعشى، بس تعبان وعايز انام مرتاح. تعبان؟ تعبان يا سي غريب. نص عليك، ده انت مسافر وهتوحشني. يعني ده انا محضره لك عشاء واتجنن والله. عامله لك صينيه حمام محشي بالفريك، وعامله لك صينيه عكاوي بالكوارع، ومشنه جرجير قد كده، وشوب موز باللبن. وعبال يعني محضر لك العشاء كده، احمر لك شويه لب بطيخ تقعد تلقط فيهم. القط؟ اه كمان القط؟ لا اتعشى احسن. وبيقولوا النجوم ما بيتعبوش. شوف الواد اخويا السلطة ده، يمكن يلاقي لي شقه مفروشه احسن من اللوكندات دي. فضايح. انا معايا مفتاح شقه اختي اللي في الكويت. الكويت ايه يا سعيد؟ لسه هنروح الكويت؟ دي مسافه يا ابني. اختي هي اللي في الكويت. آه. الشقه هنا. فيها تليفون؟ اه معايا نمرتها. الحقني بيه. اكتب النمره مظبوطه. اطلع انا بقى اشوف بابا وماما واسلم عليهم عشان وحشني. ها غريب غريب استنى. ماما وبابا وحشني خالص، انا نفسي اشوفهم. بعدين برتا. بعدين ايه دلوقتي؟ انا عاوز اشوفهم. ايه ده؟ اوريا اوريا. مبسوط منالي؟ مبسوط، انا مبسوط خالص. اسكندريه مريه، قدام بحري وكوم الشقافه وباب الشعريه والبطنيه. السبع كم فين؟
السبح كان فين؟ كان فين؟ لما الديبة دخل في الغاب كان فين؟ ده السبح كان فين؟ كان فين؟ لما الديبة دخل في الغاب كان فين؟ السبعي كان فين لما الديب دخل في الغاب ودي جزء من الهند ومركب عليها غاب ده انا خدت اول نفس انا خدت اول نفس وتاني نفس العقل مني غاب زعت بحلو صوتي وقلت يا تواب تتوب علينا من الجوزة وشور بالغاب ايه ابويا وامي ابويا وامي فين؟ اتحرك 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 ايه جرانك مالك؟ حصل لما ايه في ايه؟ حصل مالك؟ انا ما روحتش عشان ما فيش خلاص خلاص حصل خير خلاص حصل لا انا شميت عرفت شميت ايه؟ ولا حاجة اتفضل شميت ايه ايه؟ شميت ايه مش تقول لي بس ازيك انت؟ اتفضل ازيك اتفضل اقدم لك خميس اخويا شكلك اتغير خالص ميسو 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 انا ميسو اه ميسو اهلا وسهلا مين المزه دي؟ برتا ايه؟ برتا برتا اللي كانت ساكنه في الحاره اللي جنبنا بنت الخواجه اريستو كادودولو بينو بافاسيلو فافا بابادوبلوس بابادوبلوس انت بنت بابادوبلوس؟ يا اللي جنب عبعب خالي ايوه فاكر انا كان بيصرف عليك بالبريزه ده زمان مظبوط ميسا ازيك يا كارتا برتا 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 اهلا وسهلا تعالى منوره لا عجبك حاجه ساعه تعالى حاجه ساعه ما تترعش حالا بقول لك ايه بابا وماما فين؟ بكره على البحر لسه لغايه دلوقتي ابويا بيعلم ام العم هو ما بيعرفش يعوم ازيك يا بقول لك ايه؟ فين الحاجة الساعة؟ هي بتشرب يعني دي الحوض الساعة اللي بتشربه ده اسمع ما تجيبش سيرة لحد ان انا جيت ها؟ اي تليفون يجي من مصر انت ما شفتنيش يا خميس هي سيدة مش عارفة انك هنا اكتم ولا نفس مش عارفة اسمع دي بقى نمرة التليفون الشقة اللي انا قاعد فيها هنا في اسكندرية ما تديش النمرة دي لأي حد بس أي حاجة ضروري تتصل بيا ها؟ اوعى تديها لأي حد ها؟ دي نمرة ايه؟ نمرتك انت اه واوعى تديها ايه لاي حد تديها لاي حد اهبل انا هديها لها هي اه تديها مين؟ لا لا خميس دي نمرتي انا النمره اللي هنا لا المكان اللي انا موجود فيه فهمت 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 بقول لك ايه؟ شوف لي قرش اجيب لي قرش تعبان الصنف خلص وغيلي نار ربنا يتوب عليك يا اخي ربنا يخليك ليا ما يحرمنيش منك دول احسن دول احسن انت اخويا الحبيب يقول ايه قاعده موسى موسى سوري يا حبيب قلبي دخل عليك شويه اهلا يا عسل اهلا يا عسل امال فين بابا وماما ميسو؟ ده على البحر بيحبوا في بعض طب لما يجوا بسلمي عليهم قوي لما لا مؤاخذه انت مسافره امتى ان شاء الله؟ يوم يومين لا 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 انا هفضل قاعده هنا بعد ما اتجوز غريب اتجوزي مين؟ اتجوز غريب ميسو ازاي لا مؤاخذه زي كل البنات ما بيتجوزوا الله مش تقولي مبروك مبروك ايه العب ده بتقول لك قول مبروك الله يبارك فيك عقبالك عقبالك اهلا والعصفور عرف يا مبروك اكتم يا بابا ياسو ورحمة الله وبركاته على السلامة يا عسل على السلامة يا احلى ياسو يا خراب على ياسو وسنين ولا ادع الفحم وغير المايه واديها
معاك شنط الحمام. شقة سحراني جميل. اسمع، احنا عايزين نوفى اربع راس في الحلال. إلينا برتا. نيمة ساعدوا علشان جواز عند المزنوق. ده منولي سيجار سيجار سيجار، يعني دلوقتي المسألة ما تجيش قفش، ده جواز. النهارده دلوقتي الساعة كام؟ مفيش مأذون فاتح. احنا نروح بكرة شهر عقاري عشان أجانب، لازم نكتب نمضي نتجوز نتدبس. انتوا دلوقتي روحوا ارتاحوا، بكرة إن شاء الله ربنا يعني. لا بقى، احنا مش عايزين نرتاح. مال عايزة ايه؟ غريب بيتكلم مظبوط. سيبك ما تفوقش انا خالص سيرتك. يعني ايه ده؟ يعني نخرج بره يكسو نفسح. نفسح؟ اللي عندها حق غريب، انا كمان عاوزة اتفسح واشوف اسكندرية. اسكندرية وحشتني قوي. ياسو منولي، ياسو بستيرما. Tutti i sapari della coco, è finito dentro questa loco. Tutti i sapari della coco, è finito dentro questa loco. Tutti i sapari della coco, è finito dentro questa loco. Tutti i sapari della coco, è finito dentro questa loco. استاذ راضي في مكتب الشركه؟ الله، حضرتك مش مصدقني ولا ايه؟ ممكن تتصل بالتليفون وتتاكد بنفسك. النمره كام؟ 75-075 من الشمال لليمين، ومن اليمين للشمال 75-075 برضه. عليك لت يا اخي. الو الشركه، الاستاذ راضي موجود؟ قول له مدام غريب حسني جالك كلامي. استاذ راضي، اهلا يا مدام. اهلا اهلا، انا اسف على اللي حصل مني. لا لا مفيش حاجه يا استاذ راضي. المهم حضرتك ما سافرتش مع غريب الوادي الجديد عشان تعيدوا الشغل اللي باظ في المعمل؟ شغل ايه اللي باظ في المعمل؟ مفيش حاجه باظت. الله، طب وهيسافروا من غير ازاي؟ انا ما سافرتش. لا 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 يا مدام، مفيش حاجه من دي حصلت. الله، امال راح فين؟ انا هتجنن. تلاقيه بقى مسافر هنا ولا هنا عشان يريح اعصابه من غيرتك اللي تودي في داهيه. معقول ده يا مدام؟ حد يغير من الفاصوليا والباميه عشان مؤنسات؟ يا شيخه حرام عليكي، تحرمي عليه الطعميه واللحمه عشان مؤنس. ايه الغيره دي؟ الله 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 الله، ده حكي لك كل حاجه بقى. ما انتوا تبقوا دافنينه سوا كده، يبقى حضرتك اكيد عارف هو راح فين. صدقيني انا ما اعرفش. الله، هو انا لو كنت عارف كنت بعت له اوردر؟ لا 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 يا مدام، لا معرفش. مع السلامه، مع الف سلامه. بيتك صوتك زي الماسوره الضربه، وعينيك ضربه ملف، وحالتك حاله. مخرج ولا بتصلح شكمانات بس؟ Thank you.
انا عايزاك تغربل لي الارض وتشوف لي الاستاذ غريب فين بالظبط. وايه تغربل حاجه برضه؟ الله، يعني دي اللي تغربل؟ دي ما تجيبش حاجه الغربان. ايه ودي؟ دي يعني ممكن تخليني ادور عليه كده الاقيه لك. سلام. طيب. أنا بقول لحضرتك يا سلام. ايه؟ انا متهيألي كده ان هو سافر عند الست الحاجه يستريح يومين. والله فكره مش بطاله ابدا، هو فعلا عند الست الحاجه. تبقى ببوها كنت اسمع من غيرك. خلاص ما تزعلش، خد لا تزور. متشكرين يا ست هاني، اهي شعره. اسمع لو عرفت حاجه تانية بقول لي. عيني فعلا عند امه في اسكندريه. يا ابن الايه يا غريب، وتقولي حضوري وتلف على حل شعرك في اسكندريه وانا بنحت في الجبل هناك والغاب الحمار العب يا صرصار. طيب يا غريب انا جاي. سيداتي يا نساتي، سيداتي، يسعدنا وجود النجم السينمائي غريب حسني معانا النهارده، اوركسترا ذا سترينجرز بتحييه. عايزين مجلس، عايزين مجلس، عايزين مجلس، عايزين مجلس، عايزين مجلس، عايزين مجلس. يا باب يا حبيب، انا حبيب انما ممتاز، اقف ديسكو بلعب جاز. انا حبيب انما ممتاز، اقف ديسكو بلعب جاز. انا حبيب انما ممتاز، اقف ديسكو بلعب جاز. واكتب شعر ازرق ومؤثر يملى البني ازرق ودموع لما بصادف رمشي كحيو يفتح نفسي للمواويل. لما بصادف رمشي كحيو يفتح نفسي للمواويل. مواويل حمرا في لون القطة تنفع فيلم ولها موضوع. مواويل حمرا في لون القطة تنفع فيلم ولها موضوع. بس انا ليا اسلوب خاص حمي كمان دستتام واس. انا بس انا ليا اسلوب خاص حمي كمان دستتام واس. انما ليه في الحب تملي بس اطول اجيب شي مجموع. انا حبيبي انما ممتاز، اخد ديسكو بلعب جاز. انا حبيبي انما ممتاز، ارقص ديسكو بلعب جاز. انا حبيبي انما ممتاز، ارقص ديسكو بلعب جاز. الجمال النحيف القوام مثلا بيشدني، ساعة ما اشوفه اروح منفعل واقول خطوة جمالك يا حلوة خرزانة ولا اجي نحيل. يا ما نفسي اخدهم وازود عالجيتار وطارين. موال احمر لون القوطة قاعد اذاكر في الاسبوع. موال احمر لون القوطة قاعد اذاكر في الاسبوع. تزعل مني وتروح ماشية واسقط ولا اجيبش المجموع. انا حبيبي انما ممتاز، ارقص ديسكو بلعب جاز. انا حبيبي انما ممتاز، ارقص ديسكو بلعب جاز. انا حبيبي انما ممتاز، ارقص ديسكو بلعب جاز. ايوه يا جدع الجرس دخن، الجرس دخن، حرام عليك. اهلا. ايه لسه مستابه؟ نورت اسكندريه يا عرب. ايه لوحدك ولا معاكي غريب؟ نعم عليا انا يا خميس. الكلام ده في الغريب. غريب مين؟ ايوه اضرب تتنيح بقى، ما انا كنت لسه تحت وسائله وعارفه انه كان هنا النهارده. اصل محدش كان في البيت النهارده، انا صايع طول النهار بره وابويا وامي بيحبوا في بعض في البحر. راضي احاول لك على انا مش جايه عشان اقعد. هتقف هنا درجي؟ عيب كده. تعالي الحمد لله على السلامه. انا جاي اخدك وننزل ندور على غريب. ندور عليه فين؟ ندور عليه في اي حته. انتوا من يوم ما اتجوزتوا وانتوا عاملين زي العسكر والحراميه،
انت تعرفيه وانا ادور، انت تعرفيه وانا ادور، انت تعرفي تقولي لي هندور عليه فين دلوقتي؟ في اسكندريه كلها، من المنتزه للانفوشي، هقلب عليه الارض لحد ما الاقيه. طب بس اهدي بس، والصباح رباح. هتيجي تدور معايا ولا انزل ادور لوحدي؟ انت ما بلاش النرفزه اللي انت ايه كل شويه تيجي تهدلنا البيت، ما تستني شويه، انا صح خالتك وجوز خالتك وتفاهم معاهم. تعالى هنا صح مين ولا صح خالتي ولا جوز خالتي، جاي ولا مش جاي؟ جاي. جاي. اغير هدوم واطفي النار. طفي والله العظيم انت هتدخن من كتر النار اللي بتطفيها دي. وانت تطفي النار وانا اولع فيك يا غريب. يعني مبسوطه حبيبتي؟ قوي قوي. طب ما تدوسي ميني فلاكي بقى. استاذ غريب. اي ممكن تكتب لي في الاوتوجراف بتاعي؟ هروح بعدين بعدين. دقيقه واحده، بعدين ليه غريب؟ مش الناس اللي بتحبك؟ مش هتضايقي؟ قد ايه ان في ناس بتحبك؟ اكتب دلوقتي. يعني اسمك ايه يا اموره؟ اسمي نسمه. نسمه؟ الى النسمه. الى النسمه والنصيب. الى الاموره الغزال المتشرد. الى الطعامه بعينها. على فكره انت بترقصي حلوه قوي. ان شاء الله الفيلم الجاي حمضي معاك. ميسي. مين؟ ميسي. اوكي اوكي. ممكن سويا؟ سويا. حاضر حاضر، باي هجيب لك سويا. باي باي. انت عارف ان انت من غير حب الناس تبقى ولا حاجه؟ لازم كل الناس تحبك زي ما انا بحبك بالظبط عشان تبقى انسان ناجح. يعني انت مش متضايقه ولا زعلانه؟ اتضايق من ايه؟ اصل دي ست، يعني حتى مش ست، دول اربعه مع بعض. طب وايه يعني؟ مش ده شغلك؟ انا لازم اكون مبسوطه ان في ناس بتحبك. ايه الكلام اللي يجنن ده؟ ايه الكلام اللي فينك يا عرب وتسمع الكلام اللي زي العسل؟ القعدة معاكم حلوة قوي قوي قوي، ونسينا نفسيناتنا غريب بيه. لسه بدري مانولي. لا 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 لا، علشان بكرة نصحى بدري نروح الشهر العقاري نعمل أربعة راس في الحلال زواج. ما تخافش أنا بكرة صحيكوا بدري. بنات لازم ينام. لا مانولي لسه بدري، مش عايزين ننام دلوقتي. أوكي 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 مانولي، ما تزعلش. هات هات خلاص. متزعلش غريب حبيبي، هو يروح وهو ينام واحنا نبدا سهرانين للصبح. اوكي؟ ده مش هينام، ده قاعد شارب من الصبح ما بينامش. بنت. ايه 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 يعني؟ يعني ايه؟ انت اتجننت يا راجل، ده انت ضيفي، معقولة؟ استنى استنى. لا مانولي. لا لا مانولي. كاتسي اون. لحظة. لا شوف، لازم لازم انا انشف عرق. اه معلش. تعالى يا باشا. مانولي ده جربان طول عمره. خد. وقف يا اسطى، عربية غريبة اهي. اعتذرت لك بما يرضي الله. يعني في ايه؟ خلاص يا فيها ايه يعني؟ لا مؤاخذه. خلاص يا جميل. انا ما اعرفش ان هي مع حضرتك. مؤاخذه ساعه البيت. اخد عيب يا اخي. عيب دليدي. دليدي. هنمشي. لما نمشي ما تتكلمش علينا. حاضر ساعه سلام. انت مش هامش، كان لازم تضربه. اضربه ازاي؟ كده. طب اقول لك ايه؟ ما شفتش الاستاذ غريب حسني من فضلك؟ الاستاذ غريب حسني ممثل يا فندم؟ ايوه. لسه خارج دلوقتي حالا. كان معاه ناس لو سمحت. كان معاه عيله يونانيه وشاب مصري. في ستات؟ بيقول لك عيلة يونانية يعني رجالة وشاب مصري، متشكرين يا عسل. لا يا فندم، ده معاه اتنين رجالة واتنين ستات. اتنين ستات؟ ايوه. اتنين ستات دي أمانة يا فندم. أمانة؟ ايوه. أنا نفسي أديك أمانة. اتفضل يا سعادة البيت. ادخل. يا سلام.
سلام يا سلام. دي ليلة من ليالي ألف ليلة ومية معدل. النبي أنت راجل عسل، انبسطت؟ أنا كده مبطوس كتير. يعني الطاسة وين وين؟ وين وين؟ ليلي ني مناني ني ني ني. قلنا عربي بقى. عايز ايه مناني؟ يلا انت وبرتا قوم نام علشان بكره الصبح الزفاف. لسه بدري مانولي. ني ناموا لسه بدري. شوف مانولي انت سيبهم نقعد نكمل السهر هنا. سعيد ده شو عندك حاجه تتشرب؟ عندي كتير طبعا وما كانش في اي حاجه. تصرف. لا 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 بنات لازم ينامات. نسيب اركلو مانولي. لا 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 انت امسك مولد سرير. من فضلك مانولي. منالي لما يتكلم الكل لازم يبلم. كلام منالي كلام منالي كله اسمع كلام منالي. نام وهو ينام. في ايه عندك؟ ما فيش هو يتخمد. انتوا ايه؟ هو نام طينه غريب مع انه كان شاير زينا بالظبط. لا انا بقيت احط له طحينه على الويسكي. غشاش يا هانم. قلت لسيادتك استاذ غريب ما نزلش هنا المره دي. ما نزلش ازاي اذا كان مأكد لي انه نزل؟ ولا فندي ما بيكتبش يا هانم. وما اسمحش لحد يكذبني. شفت عمل ايه؟ شفت؟ تاخدها قلمين. انا بتكلم مع الهانم. ايه دخلك انت؟ يعني وانا واقف مع الهانم ايه؟ راس كرومبا. ايه راس كرومبا هو؟ فضى برا. انا برا؟ ايوه فضى برا. يعني انا بحترمك تقوم تقول لي اسمه غريب حسني. بص كويس يا استاذ. انا متاكد غريب حسني. بص كويس يا استاذ. عارفه كويس وما جاش هنا. طب يمكن يعني منبه عليكم. منبه ايه وساعات ايه؟ يعني طرمخه. ما انا عارف اللي كان ده طرمخه. ايه ما تحترم نفسك يا استاذ. الله الله الله. ما الراجل محترم. الله الله ده لابس كاسكيت ومحترم يا فرج. ما تديله قلبين بقى بالمره يا فرج. احترم نفسك. خلاص احترم نفسي. فرج جاي خلاص. يا سيده يا سيده يا بنت الناس. اسكندريه كبيره ولوكنداتها كتيره. ده لو كان بطها من عجم للمنتزه هنلف امتى والساعه كام؟ نروح والصباح رابعه. لا 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 لازم اظبطه متلبس بجريمته مع الخواجات وخلي اللي ما يشتري يتفرج على غريب حسني. تشوفيه متلبس؟ ايوه. تشوفيه ازاي؟ افرض لما تشوفيه لحظه غضب وراح رافع يمين الطلاق. ترجع تقول يا ريت اللي جرى مكان يطلقني. يطلقني ولا يخنيش يا خميس. يا بنت الناس ما تخليه يخني ولا يطلقنيش. ده منطق؟ في ست تقبل المنطق ده؟ وعملت لها منطق وتأكدت انه بيخون. غريب اخويا يخون؟ امال يعني هيكون بيعمل ايه دلوقتي مع الخواجات؟ بيناقشوا مشكلة الشرق الاوسط. ايه انا جدع مظبوط غريب بيه. الله اعلم يا منولي. ايه دي؟ يبقى انا نص جدع. وانت لو دخلت النمت هتبقى نص جدع، لو قعدت هتبقى نص نادل. قلت ايه؟ انا مش سكرت. وانت فاهم ايه؟ امال انا مش بيأذي. طب ايدك بس. ايدك يلا على سنهم. امسك سرير. ايدك مش ناقصه. يلا امسك سرير ونام. امسك سرير نام. ابي بابا اليمين. يلا منولي حبيبي غريب قلبي. مين اللي جايبينه معاكوا ده؟ انا عايز
من هو رجل لا ينام؟ إلينا وبرتا ليه مش نام؟ احنا اسفين يا منولي. انا مش حمار. ما دام انت مش حمار بقى يبقى خدها من قصرها ونعم بقى. ها الى نامو 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 انا نام. اذا انا مش حمار. برافو. يلا تاني باب على اليمين ابقى سد السيفون. خميس 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 حبيبي السلام يا خميس. ايه مش فاكرني يا خميس؟ انت مين؟ انا التريل. تريل مين؟ البيلي والحرانكش وكرة الشراب. اهلا يا تريل. اهلا بيك. بقول لك ايه، انا اترك من لوكاندا لوكاندا. ايه مالك حيران ليه؟ مزنوق في ايه؟ بدور على غريب. انا برضو غريب ووحداني وتحت امرك وبيتي مفتوح. مفتوح ليه؟ اللي هلجاني. بقول لك مرات اخويا غريب. كل سنه وانت طيب. بوليس الاداب مشدد على كل كنبات، محدش هيصدقك حتى لو قلت انها اختك. لازم تكون مظبوطه معاك في البطاقه. اللي هلجاني. جالك فين؟ عندي. بقول لك مرات اخويا تريل. عندي. يعني مصمم؟ عندي. مفيش فايدة. عندي. راكب دماغك. عندي. خد دي من عندي. يا حلاوة. شفت نشفان دماغك وصلنا لإيه؟ ما هو راجل مخه مش كويس، لو كل الناس بتفكر زيه كده الدنيا هتخرب. امشي قدام على البيت. والناس معلش يا خميس ربنا يخليك خميس، أصل أنا قلبي حاسس إنه موجود في اللوكاندا دي. عشان أريح دماغك؟ اتفضلي شوفيه جوه. ما هو انت بقى اللي هتتفضل. اكمن اللوكاندا دي ليها بابين وانا هقف هنا عشان اشوفه لو خرج من اي باب. يعني حاضر، بس يكون في علمك دي اخر لوكاندا هخشها. او ماله ماشي فاهمه. ماشي بس مروح. لا ليه؟ يعني هنلف في الشوارع لحد ما نلاقي عربيته. نلف؟ نقلطم؟ قطع هدوم يا سيده. يا سيده حرام عليك، عايز انام عايز انام. ده انا سايب الفحم والع. ده انا اللي والع. لو حاسس باللي فيا ما تقولش كده. حاضر حاضر، انا هخش الدارج جوه لحد عكسك. تعال. ميرسي بخاريستو. ليا انا؟ اول مره في حياتي اكل فاكهه محرمه عليا بدون خوف. ليه؟ اصلها فاكهه ست. يعني ايه؟ بعدين اشرح لك. طبعا انت بتغيري عليا يا بيرتا. هغير من ايه وعشان ايه؟ يعني مش هقول لك الجوافه طبعا، يعني مثلا البنت اللي انا مضيت لها الاوتوجراف دي الحلوه دي انت ما غيرتيش. معقول يا حبيبي؟ ده شغلك وانا لازم احافظ عليك. دي اول حاجه. تاني حاجه، انا عارفه انك بتحبني انا مش البنت بتاعت الاوتوجراف. مظبوط ولا لا؟ مظبوط يا بيرتا. تالت حاجه، البنت دي مش احسن مني عشان انا اغير منها. يا سلام يا سلام على الثقة بالنفس. رابع حاجة وهي المهمة، إن أنا بحبك أوي يا غريب، مش عارفة إزاي ممكن أعيش من غيرك. وأنا والله أنا بحبك أوي، أنت الحب الوحيد في حياتي اللي عشت طول عمري أحلم بيه. أنا عارفة، جاوباتك كانت بتقولي كل حاجة. جاوباتي؟ والله ما قريتها. بيرتا. ما تدوسي مني فلاكي. ده وقته. الو؟ ايوه يا فندم، مين سيادتك؟ حاضر. تليفون عشانك. عشاني انا؟ خميس اخوك. ده عايز فلوس ولا عايز شوفه بقى. الو؟ ايه خمس؟ بتقول ايه؟ اقول لك سيده جات ودوختني على كل لوكندات اسكندريه، وقال ايه بدعه جديده هتطور على عربيتك. اسمع، لو العربيه تحت البيت داريها ولا اخفيها ولا احرقها، وخلي بالك. سلام. ايه حصل ايه؟ عرب وصل وبيدور عليا. طب وايه اللي عمل؟ هتعمل ايه؟ عرب ده صاحب الشغل القديم؟ هو صاحب الشغل القديم، وانا هنزل اغير العربيه ودي في حته تانيه عشان ما يقفشنيش. استنى بس، انا هنزل معاك اطلب منه اجازه عشان الجواز. جواز؟ لا حبيبتي، انت خشي نامي دلوقتي عشان ترتاح وسيبيني انا القدري. ايه ده غريب، انت ليه خايف منه؟ انا مش خايف منه. انا خايف منه بس مش خايف منه. انت خشي نامي دلوقتي وانا جاي على طول. يعني طب هطلب منك حاجه. اموري بس. منك في لاكي. نعم.
ده اسمه انا فلاكي دلوقتي وده وقت فلاكي ولا اباباكي. انا هروح بس اصرف هناك. مش ممكن حبيبي دوس انت خشي نامي وبعدين انا ارجع دوس. هيطب عربه يخرب بتاكي. وايه يعني انا كسر دماغ عربه ده؟ يا بنت الناس سيبك من اللي في دماغك ده ويلا نروح. غريب مش صغير هنضرب في الشوارع في ساعة زي دي نقول غريب تايه يا ولاد الحلال. يقولوا علينا ايه وش؟ ايه يعني عايز ايه؟ عايز اسيبه داير على حل شعره؟ يا ست مش داير. الجدع الجرسون مش قالك انه شافه مع عائلة يونانية واحد مصري؟ اه عائلة يونانية فيها اتنين ستات، وانت عارف وهو عارف كويس قوي ان كل الستات اللي في الدنيا ممنوعة، والمؤنسات اللي في الدنيا كلها ممنوعة حتى الخضار والفاكهة. فاكهة؟ اه. ده مين اللي منعها على مصر؟ انا. اقعدي. اقعدي يا بنت الناس. يا سيدة اسمعيني كويس. كل شيء ممنوع مرغوب. اسمع الكلام مهما كان العقاب واحنا عارفينه، وما دام ممنوع يبقى مرغوب. هقول لك حاجه، بصي دي ايه؟ دي كراميل. دي ايه؟ خميره بير. ده حشيش مخدر. ده الصنف. خلاص الصنف ده. اوش ابرق ابوس ايدك. روح في داهيه واحنا عارفين. ابوس ايدك. عارفه ده؟ بس انت بقى مديني في اوضته ولا هديها ارض؟ رايحه فين؟ ايه بس مين هيجي له نوم يا خميس؟ انا هقعد هنا لحد الصبح وانت خش نام في السرير. انا مش هنام دلوقتي. انا هخش اولع في حمايتين انسى بيهم الطرف ده. هو انت عشان تنسى تولع في حمايتين، وعشان تنام تولع في حمايتين، وعشان تفتكر تولع في حمايتين، وتاكل وتحبس في حمايتين؟ امال هولع في نفسي؟ اولع في نفسي؟ ده ايه الجواز اللي بتشوفه ده؟ الحمد لله ان احنا ما اتجوزناش. قومي قومي مديني في اوضتي. طب ارمي لي بطانيه بره. إليني؟ إليني؟ إلينا بيرتا. كاليميرا. كاليميرا؟ سعيد جاهز؟ لا 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 ما تخافيش، كله لسه نايم. أنا هروح لماما وبابا بتوع غريب أقول لهم يجوا يحضروا الجواز. غريب معاكي؟ لا غريب لسه نايم، لما يصحى قولي له إن هاجي على طول. أوكي. ياس. ياس كوكا. يا منجي الجحش من الوحش يا رب. فين ماما؟ يا ماما كلمي يا مامي. ازيك مامي وحشتيني. انت مين حضرتك؟ انا مش واخده بالي. انا بيرتا. بيرتا بيرتا ازيك يا بيرتا؟ كبرتي يا حبيبتي. انا كويسه قوي يا مامي. امال فين بابا غريب؟ جوه بيلبس وخارج. كويس قوي. انت كمان روحي البسي عشان كلنا نخرج سوا سوا. نخرج سوا سوا على فين؟ عشان تحضري جوازي انا وغريب. ايه ده خميس، انت مش قلت لماما على جوازي انا وغريب؟ لا غريب يتجوزك ازاي يا بيرتا؟ زي كل الناس ما بيتجوزوا. طب وطي صوتك اعملي معروف. اوطي صوتي ليه ماما؟ انا هتجوز النهارده. عرب هنا عرب. عرب بتاع الشغل. هو فين؟ انا عاوز اتكلمه عشان يدي اجازه الغريب. تتكلمي بيه عرب؟ ده ما بتفهمش، ده طول على طول. انا لازم اكلمه اقول له يدي اجازه الغريب عشان الجواز. تعالي هتكلمي عرب يدي اجازه الغريب عشان يتجوزك؟ ده لاغي الحقول من الحقول يا عرب. مين يا حاجه؟ هتتجوز مين يا خالتي؟ مين؟ انا هتجوز غريب النهارده. ايه اتفضلي مع ماما وبابا مدام. اتفضل. فين جوازه ولا جنازه في ناس ولا ايه؟ ايه ده ميسو؟ مين دي؟ ليه بتتكلم كده؟ ضرب. اهلا اهلا مدام عربو. ايه ممكن لو سمحتي اجازه عشان غريب عشان النهارده نتجوز؟ شيلوها من قدامي لموتها. من فضلك عربو اجازه الغريب عشان شهر العسل. عسل اسود على دماغك ودماغه. انا مراته يعني. مرات مين؟ مرات غريب حسني. ايه مش ممكن. مش ممكن ليه بقى؟ ما شبهش ولا ايه؟ هتعكي يا وليه من اولها ولا ايه؟ ميسو الكلام ده مظبوط؟ ميسو ده بتدلعك يا كابتن. ايوه ده معرفه سابقه بقى. ده انتوا دافنينه سوا ولا ايه؟ ست دافنين هطبخ مع دي. معقوله؟ حرام عليك يا ما في السجن مظالم فوقي. ايه ده ميسو انت خايف منها ليه؟ يا ست انا ما خافش الا من اللي خلقني بس فضيحه دي. استر علينا يستر عليك ربنا. استر عرب لما الدور يا عرب. لا لا ده انا لازم اعرف هو راح فين بالظبط. لازم افهم ايه الحكايه. قالوا لي انا في الوادي الجديد بنحت وعزق وهو قاعد مريح هنا في اسكندريه. يا ده المصيبه السوداء اللي بتحصل لك يا غريب. ايه اللي وداها عندهم؟ عشان هما مش يزعلوا. ما يزعلوا اللي يتفلقوا هي مالها بس. يا ده المصيبه اللي بتحصل لي غريب حسني نجم الشباك يتفضح الفضايح دي.
شباك مين ده؟ انا هبقى نجم الشيش، نجم الباب. عن اذنك. رايح فين؟ رايح اشوف المصيبه، اشوف الكارثه اللي هتغسل على دماغي. غريب، استنى. ايه في ايه؟ يعني ايه كارثه؟ يا اختي تنيلي انت. منولي منولي تعالي. ايه في ايه؟ غريب ما جبتش موبايل. بص يا اختي كلام عربي. يعني ياسر يقول غريب نزل زلان. ليه؟ علشان بدا راح يزن ماما هو وبابا. يا دي الواقعه من هنا ب 60 نيله. ايه اللي وداها بس؟ ايه اللي حصل لك؟ فين؟ عند بابا غريب. ثانية وحيدة اجيب نضارة ويجي لكم نزول. ناخدها بسرعة. اليوناني اذا كان هو جوزك. جوزتك؟ جوزتك ايه؟ ده ملوش في سرب. مش يعرف جوزتك. انا مش موضوعنا، مش قصدها. اهمد انت. ماشي. واذا قال ان احنا مخطوبين من واحنا صغيرين وان هو جه اليوناني واداني خاتم الخطوبه، هطين عشت وابصص عينيه. لا اعرفه كده يبقى مش تمام. انت عاوز تعمل شمطه وخلاص؟ لا فيش شمطه ولا حاجه، نتفاهم. اوكي كده يبقى تمام. يلا قدامي. لا قدامي كده مفيش تفاهم، في ضرب. طب يلا. انتوا بتسيبوا على اذنك يا اما. انا جاي معاكم. لا يابا سيبنا، انا يابا هخلص كل حاجه، مالكش دعوه. خليك معاهم يا خميس وعالج الموضوع بحكمه. وانت يا سيده اتحملي شويه يا بنتي. اطلع يا اسطى. الدين السريع. مفقوس ايه؟ مفقوس خالص، مفقوس خالص. يا معروف خلص نفسك كفايه، انا جري الفحم والع. غريب، صحيح انت متجوز عربه؟ ليه مش قلت لي من الاول يا غريب؟ اسف يا بيرت، انا
شجاعت خانتني ان انا اقول لك بس. صدقت يا اختي ان انا مراته؟ مبروك يا عرب، انت تكسبي. انا جيت عشان اتجوز مش اخرب بيوت حد. ولاد الحلال كتير، يلا يا خميس البت زي لقطه القشطه. خميس مين؟ بتفهم حاجه في التوليع فحل وتكريس؟ انا عايز حد يمخمخ. لا انا كنت جايز اتجوز غريب عشان بحبه، لكن هو متجوزك انت ما اقدرش اتجوز اخوه. بيرتا يلا بسرعه عشان نلحق جواز عند المأذون شوارعي. لا طلع. لا مانولي سعيد يتجوز ايه؟ وانا مش هتجوز غريب، غريب معاه جوزته، انا وانت نرجع لينام. ياسو غريب. ياسو. ياسو عرب. اقول لكم موت الا بالله. على السلامه يا حسن. الدمع هتفر من عيني يا اولاد. هم حساسين قوي. حشاشين؟ حساسين بالله. انتوا ايه عرب؟ خلي بالك من غريب، غريب راجل كويس، لازم انت كمان تحبه. باي باي. باي باي. باي باي. السلام. باي مانولي. باي باي. خلاص يا غريب، والله من هنا ورايح اوعدك مفيش ممنوعات ومفيش غيره ومفيش ولا حاجه تضايقك خالص بعد كده. ده من امتى الكلام ده؟ مين اللي قال لك كده؟ من ساعه خميس ما قال لي ان كل ممنوع مرغوب اتمنى مهما كان العقاب، لما طلع لي خلاص 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 عارف بص مين بلاكي ثلاثه بص مين بلاكي مين بص بتجيلي. لا يا حبيبي لينا بيت نتلم فيه. يلا يلا خلاص يلا يا خميس. خميس قول لك رايح فين؟ قول يا فحميتين في العالي يا بلد. I'm